ضبط ودخلت معايا البنوتة الكبيرة هذه باش نعلمها باش ترى معناها. وتو المرأة معناها جات المدرسة هذه انتخبت فيها ودخلت بنتي صغيرة باش توريها باش ترى ريناها تبكي الصغيرة على غالب ما نسيت ما حد سبوحها في الحبر باش توري معناها كيما صحابها واحد فهمتني وحاول باش نرجعها تو نعملها باش تفهم. انت تجيبهم معاك باش تعلمهم بالطبيعة لازم تو التصوير هذه ترسخ في اذهانهم ما يفهموهاش تو ما كيكبروا يفهموها ويندمجوا. واحد تواجب وانا راضي وفرحان هكا واش باش تحب اخر؟ اعطيني شنو هي كيفاش تقييمك للعرس هذا الانتخابي؟ وانت شنو هي مكسب وطني هذا ومفخره فهمتني؟ الناس الكل فرحان به التونسي ما يجيش ينتخب فهمتني؟ هي أمور مهزوزة. والله نجمش نقولوا عرس بيتم المعنى، يعني شيء مازال ديبيو نتاع العرس ما كتعال يبدا بشوية، إن شاء الله في الأخر خلاص تحفل وتولي. كيفاش العالم كيفاش يخزر لا والله يخزر لها بعين كبيرة ياسر ومنشغلين تنجم تقول بنسبة كبيرة ياسر في القضية نتاعنا هذه سمحة الحق وديمقراطية بأتم المعنى. رينيك تسهل في المدام حنيت ولا مازلت عرسه؟ بيان سور هو عرس تونس الكل هو يوم فهمتني تاريخي وسيت ان ايفينمون يلزم الناس الكل تشارك فيه كبار وصغار ابارتير دو 18 ans يلزم الناس الكل تشارك وفرصه هذه لينا ومعناها التونسي يلزم يفتخر بروحه اللي وصلنا في معناها المستوى معناها نجم نقولوا بدينا الحمد لله نتقدموا شويه شويه بشويه وحتى الانتخابات شفناها بالحق بصراحه معناها الانسان على في كل اريحيه نتاعو ويختار اللي يحب عليه وان شاء الله ربي معناها يكون احسن واللي يختاروه الشعب التونسي ان شاء الله يكون يا ربي في مستوى برك في تكوير ما لقيتش ايه شنو ياخد انا جيت انتخبت ومروح ديما تنتخب والله من وقت بورقيبه وقبل مش كيما طويك كيفاش قبل كل واحد عندنا مرخة هكايا وفيها اسم واللقب والكوليك هناك المرخة اللي انت تنتخب تنتخب وتروح ونلبس سورية حمراء طبعا نفس صوريتي. ما نجمش. يعطينا دعوة به حاجة تونس. ربي قوي يساعدك. وربي تونس إن شاء الله تونس ديما في العلالي. والله تونس عمرها ما تفلس ولا عمرك ديما في العلالي تونس.